ها ايوه يلا كسب نقطه. هي دي نقطه مهمه جدا 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 جدا، وقناه الاهلي بصراحه شديده يعني مش عارفه تعمل معاهم اكتر من تكريم، وتكريم يعني بسيط لالهام التنس طاوله في مصر والعالم، اذا كان كابتن هنا جوده او كابتن يعني ابراهيم حبتو. اتفضلوا هناخد بقى كده حاجه قليله جدا سهله سهله جدا جدا. كابتن هنا يعني هنرجع كده بس هنفتح نشوف قناه الاهلي، يعني هنقدم بقى لايه للكابتن عشان بحكم السن لكابتن ابراهيم حمدتو. حمدتو ولا حمدتو؟ حمدتو. دي حاجه قليله جدا، دي حاجه من الحاجات اللي الواحد فعلا ممكن يحطها في الباتينه بتاعته ويعتز بيها ان هي من النادي الاهلي ومن حضرتك كابتن. كابتن ابراهيم ده شيء قليل جدا من قناه الاهلي، لكن فعلا ان شاء الله قريب هتكون لابس تيشيرت النادي الاهلي عن قريب. ده بالنسبه لكابتن يحيى. بالنسبه لمعجزتنا وبنتي، يعني انا يعني معلش اعذرني بقول بنتي لان هي فعلا بنتي، كابتن هنا جوده، ده اقل حاجه تتقدم لها عشان كلنا منتظرين. منتظرين ايه؟ تعالي بس كده قريب عليا بقى. منتظرين ايه؟ ميداليه في اولمبياد. ميداليه، لا علي صوتك. ايه؟ لا عشان نسجلها بقى. ميداليه في باريس. ميداليه في باريس باذن الله يا كابتن هنا جوده وكابتن ابراهيم حمدتو. صدقوني ده ما اسعد هذه اللحظه بالنسبه لي انا شخصيا، ان انا اكون واقف مع اساطير في التنس طاوله، كابتن هنا جوده وكابتن ابراهيم حمدتو. ان شاء الله باذن الله بوعدك ان الطلب ده طلب عزيز علينا كنادي اهلي، وان شاء الله سريعا جدا تكون متواجد داخل جدران النادي الاهلي في مقابله كابتن محمود الخطيب. عايز تقول حاجه ثانيه؟ ربنا يخليك يا فندم، اشكرك انا بجد النهارده سعيد ان انا موجود مع حضرتك وموجود في قناه النادي الاهلي وموجود مع معجزه تنس طاوله فعلا هنا جوده. شرف ليا والله، ونتمنى ان احنا نبقى موجودين. شرف ليا ان انا ابقى في الحلقه دي، وشرف ليا ان انا العب مع حضرتك. انا بس عايز اقول حاجه، عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا. كابتن هنا جوده يعني اتعرض عليها حاجات كتير، بس هي بالنسبه لي انا شخصيا بجد انا عارف ان انا يعني مش هقول حاجه في حياتها صغيره، فجت لي مخصوص لان هي عندها بطوله الجمهوريه اللي جايه باذن الله قريبا جدا. بشكرك جدا جدا اللي كنتي معايا، وباذن الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله باريس 2024 في الاخر. بشكركم.